من خلال عملك في المحاكم والدعاوي، يعني بالتأكيد مر عليك الكثير من هذه القضايا اللي تم استغلالهم بواسطة السحر والشعوذة. اروي لي فد قصة أو قصتين من هذا الموضوع. حقيقة أستاذ، عندي أحد الأشخاص جديدة أتوكل عنها، أنه أحد الشوافات استغلتها ماديا، تمام، طلبت منها فلوس، تمام، بالإضافة إلى اشترطت عليها أن ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص لغرض تفعيل السحر. لازم على نجاشة، لازم على نجاشة. ممارسة السحر ما يشتغلون على نجاشة. زين، هذا الأشخاص هي جايبتها السحارة، يعني من طرفها؟ نعم، من طرف السحارة، وفرضتها أنه تريد العمل يكمل أنه لازم تمارسين الجنس مع أحد الأشخاص. لجأت للقانون، تمام. القانون تقول لك انا اخاف من العرف العشائري، احنا مجتمع عشائري، تمام. يابا انت شو وداك على هيك اشخاص؟ تقول انا مثل صديقتي، يعني راحت بدها تعمل عمل او شيء، قالت تعالي خلي اسوي لك عمل، بلكي الله تاخذين قسمتك او شيء. راحت انه طلب منها ممارسه الجنس، تمام، قامت تستغلها، استغلتها ماديا، نعم، واستغلتها جنسيا، بالاضافه قامت تبتزها تبتزل أكثر من مرة. دخلنا هنا لما أنا أقيم شكوى، قيم الشكوى على الابتزاز الإلكتروني. زين. الابتزاز الإلكتروني هي كل عملية تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية تخص الضحية، نعم، مقابل منفعة مالية أو تخريب العلاقات العائلية بين الأفراد.